مني ورايح إن شاء الله راح أسوي لكم دعايات. اليوم جايبت لكم هالمعرض اللي هبل وينن وكله أثاث جديد، ويعني بصراحة في خصومات لمدة أسبوعين، لازم تستغلون الخصومات. وبقول لكم بعد إنه عمري اتصلت عليك ابيك تروح شلون تخلص لي بعض الاوراق، لان ابو خليفه كبر وما في شده. ماشي انا راح اتوقع. تفضل. انا خلصت دعايه ومشكورين وايد، ما قصرتوا. مشكوره، يعطيك العافيه. الله يعافيك. اذا احتجتوا اي دعايه ثانيه تقدرون تكلموا مدير اعمالي، لان بنهي عقدي مع شركه الاعلانات وما راح اسوي دعايه ثانيه الا حق الاشخاص اللي قراب مني واللي يعزون علي فقط. الحين احنا مو محتاجين دعايه، بس يمكن بالمستقبل نحتاج. خلي رقمك هنا. عندك. وينك؟ تعالي بسرعه بك. انا متى على اساس الطياره؟ عيسى هو اللي قالك كذي؟ بس خلاص اعتمد ان شاء الله يصير. لحظه شوي شوي كم شوي كم. يلا مع السلامه. عمري ما يعمر عليك عدو. الله لا يحط تحت رحمه عدو. بغيتي شيء؟ لا ابي سلامتك. لو سمحتي البي بيقول لك كلمي على الرقم. بي؟ منو بي؟ البي الكبير. قول حق البي مالك بريق مو كذي، واذا حاول انه يتصل فيني او يضايقني انا راح اوريكم شيء عمركم ما شفتوه، راح احرق هالمكان اللي فيه. ليش حضرتك معصبه؟ طيب شادي روح روح الوقت. لو سمحتي أنا آسف على اللي صار، مسحي يا أبوي. هذه مو بس أول دعاية، هذا أول طراق. أنا ماني عارفة شلون أمنت على نفسي بهالمكان البايخ. لا صدقيني المكان وايد زين، وهو مو قصده. وإذا قصده أنا اللي راح أوقف عند حده. زين، مشكور ما قصرت. معك أخو السلطان. بريق.